السابعة ونصف مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، نبدأها بالعناوين مع ماهر مجذوب. مساء الخير إلى العناوين. الجعفري: تدخلنا في اليمن وسوريا لتوسيع الهلال الشيعي، وقرار إعلان صعدة منطقة عسكرية دخل حيز التنفيذ. القلمون: اشتباكات مستمرة وعمليات كر وفر، وحزب الله يقر بسقوط عناصر له في المعارك. كل شاحنة بتوصل على لبنان خدنا قرابة 3400 دولار. 43 سائقا لبنانيا عادوا إلى بيروت، والشاحنات تصل تباعا عبر مرفأ طرابلس. تختصر القلمون هذه الأيام حكاية المرشد علي بابا الخامنئي والأربعين تلميذة، فقد اعترف هذا النهار أحد تلامذته قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري بأن اعتداءات إيران وتدخلاتها في اليمن وسوريا والعراق ولبنان لا هدف لها سوى توسيع رقعة الهلال الشيعي. لا مقاومة ولا ممانعة ولا مواجهة أمريكا ولا من يحزنون، فقط توسيع الهلال الشيعي، قالها جعفري بالفم الملآن. نريد توحيد هذه البلاد تحت راية الولي الفقيه. ومن لبنان يستعد تلامذه الخامنئي وعلى رأسهم العضو في حزب ولاية الفقيه السيد حسن نصر الله، يستعدون للهجوم على أصحاب الأرض في جرود القلمون وللاعتداء على أصحاب العرض نزولا عند أوامر اللواء جعفري لتوريط اللبنانيين أكثر فأكثر في دماء السوريين. فالهلال الشيعي الذي تريده إيران لا يعترف بالحدود ولا بسيادة الأوطان ولا باستقلال الدول. هكذا يستمر حزب الله بتنفيذ الأوامر الإيرانية، وها هم مقاتلوه يعودون إلى عائلاتهم بالتوابيت فيما يغازل الإيرانيون أمريكا. فرئيس بلدية طهران استبدل شعارات العداء للشيطان الأكبر في شوارع العاصمة الإيرانية بمئات اللوحات العالمية، فيما يغرق أهل الضاحية ولبنان من الخوف من تداعيات حرب القلمون ويعودون إلى دوامات شائعات عن سيارات مفخخة هنا وهناك. أما طهران فباتت تقدم نفسها على أنها عاصمة للفنون ومدينة مفتوحة على الغرب وأمام لوحاته، فيما يرسم اللواء جعفري لوحات دموية من بغداد قاسم سليماني إلى صنعاء عبد الملك الحوثي وسوريا الأسد ولبنان نصر الله. هم تلامذة المرشد الأربعة يرسمون مستقبل إيران بدماء العرب وجثث أبنائهم. إذن مرة جديدة تكشف إيران عن الوجه الحقيقي لسياساتها التوسعية على حساب الدول العربية. اعتراف جديد لقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري بأن تدخلات إيران في اليمن وسوريا تأتي في إطار توسيع خارطة الهلال الشيعي في المنطقة. وبحسب موقع محطة بريس تي في الإخباري الإيراني، فقد اعتبر جعفري أن ما أسماه نظام الهيمنة الغربي بات يخشى من توسيع الهلال الشيعي في المنطقة، والذي يجمع ويوحد المسلمين في إيران وسوريا واليمن والعراق ولبنان على حد قوله. وأقر الجعفري خلال كلمة ألقاها في محافظة سمنان بوجود تدخل إيراني في اليمن، زاعما أن قوى العالم اصطفت اليوم للوقوف أمام تقدم ونمو الشعب اليمني، لكنها غير قادرة على ذلك، والفضل يعود إلى قوة الإسلام والثورة الإسلامية الإيرانية في نشر أهداف الثورة في العالم، مختزلا بذلك الشعب اليمني بالميليشيات الحوثية. وحول التدخل الإيراني في سوريا، قال الجعفري إن إيران نظمت 100,000 من الميليشيات المؤيدة للنظام وإيران ضد المعارضة السورية، وذلك في إطار ما يسمى جبهة المقاومة، علما أن النظام الإيراني ينفي أي تدخل في الشأن السوري، مؤكدا أنه يقدم الاستشارة فقط. وعن العراق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن إيران سلحت 100,000 من الشباب الثوري والمؤمن في قوات الحشد الشعبي التي قاتلت وأوجدت رصيدا عظيما للدفاع عن الإسلام والثورة الإيرانية في المنطقة. وبحسب قائد الحرس الثوري، فإن المحللين الغربيين يرون بأن الشهادة والمهدوية جناحان النظام الإسلامي في إيران، لذا فإن الأعداء يستهدفون ولاية الفقيه كما قال. قيادة التحالف العربي أعلنت مدينة صعدة منطقة عسكرية اعتبارا من السابعة مساء،
ومع انتهاء المهلة حلقت الطائرات الحربية بكثافة فوق المدينة خارقة جدار الصوت. طائرة التحالف كانت أغارت على مواقع استراتيجية تابعة للمتمردين في صعدة وجوارها. مدينة صعدة بكاملها هدفا عسكريا اعتبارا من الساعة السابعة، هذا ما أعلنته قوات التحالف التي طالبت المدنيين بالخروج من المدينة قبل انتهاء المهلة، في وقت واصلت الطائرات الحربية دك مواقع المتمردين في صعدة مستهدفة مجمعا حكوميا حوله الحوثي لمستودع أسلحة في الملاحيظ. قوات التحالف شنت غارات عنيفة دمرت في خلالها مقر قيادة الميليشيات في صاقين ومجمع اتصالات المثلث ومركزين للتحكم والسيطرة في بني معاذ في صعدة معقل الحوثيين، بالإضافة إلى مصنع ألغام في صعدة القديمة ومركز قيادة للميليشيات في مذاب الصفراء. الغارات استهدفت أيضا مبنى وحدة صحية كانت موقعا لعمليات المتمردين وآخر في قمة جبل ذي نمر. وبتزامن مع الغارات المكثفة تعرضت عدة مناطق في رازح وشدا والظاهر بصعدة لقصف من مدفعية القوات السعودية المرابضة على الحدود والتي دمرت آليات تابعة للحوثيين حاولت الاقتراب من خط التماس. وفي الجنوب قتل عشرات الانقلابيين في مواجهات مع المقاومة الشعبية في مدينة عطق عاصمة محافظة شبوة، كما سقط آخرون في ضواحي مدينة لودر بمحافظة أبين وفي شارع الستين في تعز. وفي عدن دارت معارك عنيفة بالدبابات بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في منطقة دوار السفينة، كما شهدت جبهات القتال في مأرب انهيارا للحوثيين وقوات المخلوع وسط تقدم للمقاومة. أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن الإدارة الأمريكية تعمل مع مجلس التعاون الخليجي على مواجهة التحديات في المنطقة، مؤكدا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير أكد دعم جهود خادم الحرمين الشريفين لعقد حوار في الرياض للأطراف اليمنية لحل الأزمة. الجبير من جهته أعلن عن هدنة إنسانية مشروطة ستبدأ يوم الثلاثاء في 12 من الشهر الجاري، مشددا على أهمية استمرار إرسال المساعدات للشعب اليمني. لن أتحدث عن كامب ديفيد، ولكن يمكنني أن أخبركم عنها بصورة عامة، إنها تتعلق بتكثيف وتعزيز العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك التعامل مع التحديات المتبادلة التي نواجهها في المنطقة، وأهمها التدخل الإيراني في شؤون الداخلية لدول المنطقة. قررنا بأن وقف إطلاق النار سيبدأ هذا الثلاثاء 12 من مايو وسيستمر لمدة 5 أيام وسيكون قابلا للتجديد إذا ما نجح. والمتطلبات الأساسية أن يكون هنالك التزام من جانب الحوثيين وحلفائهم. وإلى التطورات الأمنية عند الحدود اللبنانية السورية، حيث تستمر الاشتباكات بين فصائل المعارضة من جهة وقوات نظام الأسد وحزب الله من جهة أخرى. الاشتباكات التي تسمع أصداؤها في قرى البقاع تترافق مع عمليات كر وفر في التلال والمواقع الجردية ومعلومات عن خسائر في صفوف الطرفين، فيما اعترف حزب الله بسقوط 3 من عناصره. يبدو أن مسار المعارك في منطقة القلمون سيكون طويلا بالنسبة للمعارضة وحزب الله اللذين يضعان كامل ثقلهما في هذه المعركة. لليوم الخامس على انطلاقها تواصلت الاشتباكات العنيفة بين فصائل المعارضة من جهة وعناصر حزب الله المدعومة من قوات النظام برا وجوا. التكتيك الخاطف والسريع أسلوب يعتمده جيش الفتح في هذه التلال والوديان لضرب نقاط تمركز حزب الله والنظام في البلدات القلمونية، إلا أنه اضطر للانسحاب تكتيكيا من جرد منطقة عسال الورد بعدما دفع حزب الله بحشود من داخل الأراضي اللبنانية مع استكمال عملية الاستنزاف لعناصر الحزب في جرد الجبة وفق ما أعلنته مصادر فصائل المعارضة على تويتر. محور المواجهات الممتد من جرد طفيل وصولا إلى جرد فليطة كبد الطرفين خسائر فادحة، في وقت نشرت مواقع المعارضة أسماء 6 من عناصر حزب الله قالت إنهم سقطوا في المعارك
بينما نفى الحزب هذه المعلومات معترفا بسقوط 3 عناصر. أما القلمون الشرقي وتحديدا جيروت فقد شهد هجوما واسعا من قبل فصائل المعارضة على مواقع النظام من جهة جبل الدخان، فيما أفيد عن قطع طريق دمشق حمص الدولي عند جسر معلولة بالقرب من بلدة قلدون. ومع اشتداد الاشتباكات أفيد عن سقوط 7 قذائف من الجانب السوري على مرتفعات بلدة الصوير الحدودية في البقاع الغربي. في شأن متصل، زار وفد من أهالي العسكريين المخطوفين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أكد لهم وفق ما نقلوا عنه أن الدولة اللبنانية لن تنجر إلى المعارك الدائرة في القلمون، لكنها سترد على الاعتداءات في حال حصولها، مشددا على حرص الدولة على حياة العسكريين المخطوفين. وقال الأهالي إن أجواء إيجابية تحيط بملف المفاوضات لإطلاق سراح أبنائهم. وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي أكدا من الجنوب أن الجيش سيتصدى لأي اعتداء على لبنان من أي جهة أتى. شدد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل على أن مهمة وحدات الجيش المنتشرة على الحدود الجنوبية للدفاع عنها في مواجهة العدو الإسرائيلي لا تقل أهمية عن مهمة الوحدات الأخرى المنتشرة على الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، فالعدو الإسرائيلي كما الإرهاب يلتقيان على هدف واحد، وهو السعي إلى إثارة الفتنة الداخلية تمهيدا لضرب وحدة الوطن وصيغة العيش المشترك بين أبنائه. موقف مقبل جاء خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة الناقورة، يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي حيث جالا في مراكزها واطلع على إجراءاتها الميدانية. وقد أكد العماد قهوجي أن قرار الجيش الحازم هو التصدي لأي اعتداء على لبنان من أي جهة أتى، وأن الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد لن تثنيه عن القيام بواجبه الدفاعي والأمني مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات، داعيا العسكريين إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع القوات الدولية للحفاظ على استقرار الجنوب، وإلى التحلي بأقصى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات والأخطار المرتقبة. وفي وزارة الداخلية بحث مجلس الأمن المركزي الأوضاع الأمنية في البلاد. المجلس الذي انعقد برئاسة وزير الداخلية والبلديات مهاد المشنوق بحضور قادة الأجهزة الأمنية اتخذ سلسلة قرارات بقيت سرية. الدفعة الأولى الرسمية من سائقي الشاحنات الذين حال إقفال معبر نصيب دون عودتهم وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي آتية من جدة. ورئيس الهيئة العليا للإغاثة أكد أن جميع السائقين سيعودون تباعا، وكل ذلك على نفقة الدولة بما في ذلك التعويضات. تقرير مع ظاهر. كانت تجربة كتير صعبة عليه وعلينا. أكيد صعبة، كأن الواحد محبوس يعني شهرين وما نهاني. بعد طول انتظار وصل إلى حوالي الشهرين وصل سائقو الشاحنات من جدة بعد أن حال إقفال معبر النصيب في سوريا دون عودتهم برا مع شاحناتهم. 43 سائقا وصلوا، في حين فضل 7 الآخرين العودة مع شاحناتهم خلال اليومين المقبلين بحرا. رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ممثلا الرئيس تمام سلام كان في استقبالهم، حيث أكد أن عدد السائقين العالقين في مختلف الدول العربية يصل إلى 290 سيصلون تباعا، نافيا أن تكون ظروفهم صعبة في ظل اهتمام الدبلوماسية اللبنانية في الخارج بهم. كل شاحنة بتوصل على لبنان خدنا رابطه 3400 دولار فورا. ليش ما التزمنا نحن بالوكالات أو بالبواخر منشان السرعة بالتنفيذ، مشان ما انتظر اي باخرة تنتظر 10 ايام او 20 يوم لتوصل، في بواخر ترانزيت عم تمر على العقبة او على دبي او على جدة او وما بدهم، اي شيء اي باخرة بلاقوها على الطريق يطلعوا فيها نحن وبيجيبوا راس السبوتين، نحن ما عندنا مشكلة. ما في حدا عنده اوضاع صعبة، السفراء تبعونا الموجودين بالدول اللي هي المشاكل عندها الشاحنات موجوده عندنا، عم نتعاون نحن وياهم وعم نحل كل مشاكلهم، ما حدا عنده مشاكل ابدا. جيت من واشنطن من حوالي 7 8 ايام وبلشت انسق مع معالي الوزير ومع سياده اللواء، وبخلال 8 ايام كانوا ماشيين. السائقون بدوا غير راضين عن التعويضات الموعوده وتحدثوا عن اجراءات حالت دون ملء شاحناتهم في طريق العوده، الامر الذي كان سيخفف من وطأة الخساره. انا حكيت مع معالي الوزير اكرم شيب مشكورا، قلت له نحن اذا ما نرجع فاضي محملين، قال بيطلع على كل مكنه $1000، نحن $1000 ما كان معنا $1000. شاحنه المليانه والفارغه مثل بعضها،
وكنت انا بتمنى انه يجوا كل مليانين مثل ما اجوا 60 شاحنه اللي اجوا امبارح على طرابلس كلهم مليانين. عادت الروح للسائقين عند رؤية عائلاتهم وإن كانوا قلقين على زملائهم ممن بقيوا في الخارج. يعني هل قد ما أحكي معك مش عالي الولاد بالمرة أكثر في بالمرة شو ما نصفها بهدلة وعذاب تعذبنا كتير. وقبل استقباله السائقين في المطار أشرف اللواء محمد خير على عملية تفريغ الشاحنات في مرفأ طرابلس، لافتا إلى أن التأخير بتفريغ الباخرة كان بسبب خلاف بين الوكيل الأردني وصاحب الباخرة التركي. شاكر البرجاوي اسم مطلوب للعدالة بحقه مذكرات بحث وتحر، يتقدم دوما الصفوف الأمامية لاحتفالات حزب الله. تساؤلات كثيرة تثار بشأن البرجاوي وعصاباته المتمردة على القانون، ومنها هل بات الحزب يخرج مجرمين بدل مقاومين؟ التقرير لربيع شنطف. في 24 من الشهر الماضي اقتحم شخصان ملثمان يحملان بندقيتين من نوع كلاشينكوف محل المدعو غسان العيد لبيع الهواتف الخليوية في دوحة علمون بقصد السرقة، وعندما حاول العيد مقاومتهما بمسدس لديه سارعا إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته. بدوره أصاب أحد المهاجمين اللذين غادرا من دون تمكنهما من سلب العيد الذي ما لبث أن توفي لاحقا متأثرا بجراحه. وفي اليوم التالي أوقفت شعبة المعلومات علي الحسين داخل مستشفى الزهراء ليتبين أنه من أصيب في حادثة عرمون، وقد اعترف بفعلته بالتعاون مع سمير زهير المغربي ورضا شبيب الذي كان ينتظرهما في سيارة بأم. كما اعترف الحسين عن سلسلة عمليات سلب كانت قد نفذت في عدد من المناطق شارك فيها العديد من الأشخاص عرف منهم عبد الله عبد الرحمن أبو علفة. وفي 30 من نيسان أوقف المغربي فيما أوقف شبيب في 5 من الجاري، تجدر الإشارة إلى أن المغربي وشبيب وأبو علفة هم من المقربين إلى المدعو شاكر البرجاوي، فالأول كان سائقه ووالد الثالث مطلوب بسبب إثارته المشاكل خصوصا في منطقة الطريق الجديدة. يذكر أن البرجاوي يتقدم الحضور في المهرجانات التي يقيمها حزب الله، ما يثير التساؤل مجددا إلى متى سيبقى حزب الله حاضنا للمطلوبين والمجرمين. وتتابعون في المسائية بعد الفاصل. على وقع المعارك المستمرة، واشنطن تبدأ تدريب قوات المعارضة السورية. وحزب العمال البريطاني يخسر الانتخابات وجالاوي خارج مجلس العموم. المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. الجعفري تدخلنا في اليمن وسوريا لتوسيع الهلال الشيعي. قرار أعلان صعد منطقة عسكرية يدخل حيز التنفيذ. القلمون اشتباكات مستمرة وعمليات كر وفر. استهدفت مقاتلات الأسد بالبراميل المتفجرة والكلور عددا من المدن السورية منها إدلب ودير الزور وحلب، في وقت أعلن الثوار عن تدميرهم لحاجز المنطار على طريق فريكا جسر الشهور. كما قامت كتائب المعارضة باستهداف جبهة الكرد بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، مما أسفر عن مقتل عدد من شبيحة الأسد. مدينة إدلب كانت محورا لقصف عنيف واشتباكات بين الثوار وكتائب الأسد، حيث ألقى طيران نظام الأسد المروحي برميلين متفجرين على مدينة معرة عمان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وبرميلا يحوي غاز الكلور على كل من قرى عين لاروز وأبلين وكن صفرة في جبل الزاوية، الأمر الذي تسبب بحالات اختناق بين المدنيين. إلى ذلك أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية التابعة لجيش الإسلام بالاشتراك مع جيش الإسلام في إدلب عن تدميرها لحاجز المنطار على طريق فريكا جسر الشغور، وذلك جراء استهدافه بعشرة صواريخ من نوع فيل، فيما لم ترد أنباء عن اقتحامهما له حتى
حتى الآن. وفيما قام الثوار باستهداف جبهة الكردي بالغوطة الشرقية في ريف دمشق مما أسفر عن مقتل عدد من شبيحة الأسد، استهدف طيران نظام الأسد المروحي ببرميلين متفجرين قرية ديرفول في حمص ما أسفر عن سقوط جرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء. دير الزور أيضا كانت من ضمن المدن السورية التي تعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة على قرية بوليل مما أدى إلى سقوط 3 مدنيين وإصابة آخرين، في حين ألقى الطيران المروحي الأسدي برميلا متفجرا على حي الألمجي بمنطقة حلب القديمة ما أوقع عدد جرحى، كما استهدف الثوار تجمعات لكتائب الأسد في حي جمعية الزهراء بالمدينة بقذائف الهاون. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء برنامج تدريب تجهيز مقاتلي المعارضة السورية في إطار اتفاقية التدريب والتجهيز التي وقعت بين واشنطن وأنقرة. وأفادت القيادة المركزية بأن القوات الأمريكية وشركائها بدأوا هذا الأسبوع بتدريب القسم الأول من المعارضة السورية في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. خرج الألاف من المتظاهرين الكرد في تظاهرات في مدينة مهاباد شمالية غربية إيران احتجاجا على قيام ضابط استخبارات إيراني بمحاولة اغتصاب فتاة كردية مما دفع إلى الانتحار. فبحسب تقارير أعلامية واردة من هناك، فإن فتاة كردية تدعى فريناز خسرواني رمت بنفسها من شرفة الفندق الذي تعمل به بعدما شعرت بالخطر. طهران تبدل صور شهدائها وقتلاها بلوحات لأشهر الفنانين الغربيين، خطوة قد تؤشر إلى تغير ما في النظرة إلى الغرب. تقرير سلمان العنداري. القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني ورئيس بلدية العاصمة الإيرانية طهران محمد باقر قليباف تحول من عسكري وطيار متقاعد إلى راع للفنون بشكل مفاجئ. أكثر من 1500 لوحة من الأعمال الفنية انتشرت في شوارع المدينة، فأشهر أعمال الفنانين الغربيين انتشر في العاصمة التي توصف بأنها محافظة، حتى تخال نفسك في معرض عالمي للفن الحديث. تقول نيويورك تايمز في تقرير لها أن سكان العاصمة باتوا يناقشون هذه اللوحات والألوان التي انتشرت فيها. وتنقل الصحيفة عن محللين أن هذا المظهر الجديد الذي خرجت به العاصمة الإيرانية مراده أن التوصل إلى اتفاق بشأن النووي المثير للجدل قد يكون ممكنا هذا الصيف، بالإضافة إلى إمكانية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ورئيس البلدية يحاول أن يضع نفسه وكأنه الرجل المناسب للمرحلة المقبلة، فبعد أن لونت جدران طهران بصور الشهداء ورجالها الذين قتلوا، ها هي اللوحات تملأ أحياءها في كل مكان، خطوة لن تتضح معالمها على المدى القريب. فاز حزب المحافظين البريطاني بزعامة ديفيد كاميرون بنتيجة ساحقة وبإجمالي 330 مقعدا من أصل 650، الأمر الذي يمكنه من تشكيل حكومة منفردا من دون الحاجة لأي تحالف مع أحزاب أخرى. وبعد الفوز الاستثنائي للحزب تعهد كاميرون بتشكيل حكومة جديدة تحكم على أساس حزب للأمة كلها، وقال إنه سيشكل حكومة ذات غالبية محافظة، لافتا لأنه سيجري استفتاء بشأن مسألة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. الانتخابات البريطانية أطاحت بممثل منطقة غرب برادفورد جورج جالوي بعد أكثر من عقدين قضاهما في مجلس العموم البريطاني. وكان جالوي من أبرز السياسيين البريطانيين الذين تدخلوا في الساحة العربية، وذلك لكثرة تصريحاته فيما يخص الشرق الأوسط والمؤيدة لإيران وحلفائها، كما عرف بمواقفه الداعمة لحزب الله وتبريره لجرائم الأسد في سوريا. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. التشاوري الصيدوي يرفض محاولات إدخال صيدة في دائرة الاضطراب. وانبعاثات معمل الذوق محل متابعة من الوزارة والمؤسسة. أهلا بكم من جديد إلى المسائية. أكد اللقاء التشاوري الصيدوي الذي على أهمية الاستقرار في مدينة صيدا، كما أكد الحرص على أمن مخيماتها. بدعوة من النائب بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة انعقد لقاء التشاوري الصيدوي في مجد ليون، وتركز البحث إلى جانب الأوضاع العامة على الوضع في صيدا ومخيماتها. وفي هذا الإطار استنكر اللقاء محاولات إدخال صيدا من جديد في دائرة الاضطراب. يعني استنكار من الجميع لهالإدخال صيدا مرة أخرى بموضوع الاضطراب.
الإرادة موجودة عند الكل، إن كان القوى الأمنية أو القوى المدنية أو القوى السياسية، بصيانة هذا الاستقرار. وطبعا في قمة هذه الصيانة هو موضوع المخيم وأمن المخيم، هو من أمن المدينة. لا، الحقيقة في نوع من الحرص على عملية التنسيق الكامل، وطالما هذا التنسيق موجود بين كل الأجهزة أعتقد أنه إن شاء الله بمر المرحلة بهدوء وبسلام. الحفاظ على استقرار المخيمات بحثته الحريري أيضا مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد، الذي قال إن الحسم في عين الحلوة يكون جزءا من الحسم في كل المناطق اللبنانية. جرت محاولات مؤخرا خلال الأشهر الأخيرة لزج المخيم، افتعال أزمات، يعني تبادلنا الآراء والأفكار حول كيفية التنسيق لمحاصرة مثل هذه المحاولات وقبرها قبل أن تنجح في جر المخيم واستخدامه أداة لتفجير الوضع الأمني في مدينة صيدا وفي لبنان عموما. وأكد الأحمد أن هناك تفاهما على معالجة الظواهر الغريبة التي تحاول اختراق المخيم أو اختراق مدينة صيدا أو أي بقعة في لبنان. وزير العدل أشرف ريفي أكد أن خطر الإرهاب القادم علينا بأشكاله المتعددة، أنظمة ومنظمات، لا يواجه إلا بالدولة والقوى الشرعية. مواقف عدة بشأن ما يجري، لا سيما المعارك خلف الحدود ومجريات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أطلقها وزير العدل أشرف ريفي في كلمة ألقاها في جامعة روح القدس في الكاثوليك، والتي تنظم مؤتمرا عن الجريمة المنظمة. نعم، هذه هي المعادلة التي يريدها الشعب اللبناني، معادلة الجيش والشعب والعدالة، معادلة لكل اللبنانيين تحاكي كل فرد منهم، تخاطب شرائح مجتمعنا كافة، فلا يشعر أحد بأنه مستثنى ولا يستشعر أحد أنه الأقوى. لقد قلنا سابقا ونعود ونقرر مجددا إن الخطر القادم علينا من الإرهاب بكل بأشكاله المتعددة، أنظمة ومنظمات، لا يواجه إلا بالوحدة الوطنية وبالتمسك بالدولة اللبنانية وبالقوة الأمنية الشرعية فقط، التي تبقى الملاذ الآمن والضمانة لنا جميعا. فأنظمة الاستبداد والقمع آيلة إلى السقوط والانهيار، والكيانات الطارئة على مجتمعاتنا آيلة إلى الأفول. الوزير ريفي شدد على أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة، وقال إن العدالة آتية لا محالة مهما حاول المجرمون طمس الحقيقة ومهما اجتهدوا في القضاء على الأدلة، فالدليل فيهم ويشير إليهم وسوف يساقون إلى المحكمة. أكد وزير الطاقة والمياه أرتيون نازاريان ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أن العمل جار على تخفيض الانبعاثات الناجمة عن معمل الذوق الحراري، وأن تأهيل المعمل خطوة أساسية لمطابقة المواصفات البيئية بشكل كامل. الإجراءات في معمل الذوق الحراري شرحها كل من وزير الطاقة أرتيون نازاريان ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك خلال مؤتمر صحفي. نازاريان اعتبر أن وزارة الطاقة عملت على تحسين انبعاثات معمل الذوق الحراري، وأدى هذا الإجراء إلى تخفيف التلوث بنسبة تفوق 80%. إن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان يقومان بكل واجباتهم المتعلقة بهذا الشأن، وبأن كثير من المشاريع لا تزال عالقة بانتظار قرارات مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك من جهته اعتبر أن العمل مستمر منذ 5 سنوات على حل مشكلة التلوث في المعمل. بحب أقول لكل أهالي كسروان ولكل أهالي الزوق ولكل أهالي المنطقة اللي بتتأثر من معمل كسروان، عم نقيس يوميا نسبة السي او والنوكس، ومرتين بالأسبوع نسبة البارتيكوليت ماترز والSO3. وأكد الحايك أن المعمل الجديد سيكون مطابقا للمواصفات البيئية بشكل كامل. التحضيرات بدأت لانتخاب ممثلين لكل من لجنة إدارة الأوقاف في محافظة الشمال وآخرين لعضوية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان. الاستعدادات اللوجستية لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بدأت
ففي بيروت أعلنت لائحة النهوض الإسلامي من مسجد محمد الأمين عن أسماء مرشحيها لعضوية المجلس، ودعت اللائحة الهيئة الناخبة إلى ممارسة حقها في الانتخابات ودعم أعضائها لالتزامهم بمرجعية دار الفتوى وخطها المعتدل. أما شمالا فقد أعلنت أيضا قيادة تيار المستقبل في طرابلس عن أسماء مرشحيها لانتخابات لجنة إدارة الأوقاف في المحافظة وعضوية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان، مؤكدة دعمها للمرشحين في الهيئتين المعنيتين والذين جرى الاتفاق عليهم كمرشحي إجماع. ونصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. بونسوار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من المملكة المتحدة، حيث حقق مؤشر فوتسي مكاسب ضخمة على خلفية النتائج الغير متوقعة للانتخابات البرلمانية البريطانية وفوز حزب المحافظين أو الكونسيرفاتيفز. ارتفع المؤشر البريطاني الرئيسي بنسبة 2% بعد ما تمكن المحافظين من تأمين أغلبية المقاعد اللازمة للحكم. فإذا ردة فعل الأسواق كانت إيجابية مع أسهم الخدمات المالية والبنوك الأكثر أداء مع مكاسب أكثر من 2% بالتعاملات المبكرة. أيضا كان السابقين حصة من هالفوز، حيث سجل أكبر ارتفاع له مقابل الدولار من سنة 2009. ومننتقل لتويوتا، أكبر منتج سيارات باليابان، اللي أعلنت عن ارتفاع بنسبة 19% على أساس سنوي بصافي الدخل خلال الفترة المنتية بآخر أدار، وهالأرقام أتت أفضل من التوقعات. أما الأسباب فهي بشكل أساسي المبيعات القوية بالولايات المتحدة إلى جانب ضعف الين، وبالأرقام ارتفع صافي الدخل لنحو 19 مليار دولار. ومننهي مع البنك السعودي البريطاني اللي عم يسعى لبيع صكوك مقومة بالريال بهدف تعزيز احتياطات رأس المال. رح بيتم ترتيب هالإصدار من خلال HSBC بالمملكة العربية السعودية، بعد المصادر أضافت أنه ممكن توصل قيمة الصكوك ل 1.5 مليار ريال وعلى مدى 10 سنين، مع شرط السماح للبنك باسترداد الإصدار بأواخر السنة الخامسة. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم نهار الاثنين. صفحة الأحوال الجوية مع كرم خراط. بونسوار. طقس ربيع عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوعنا لهالشهر هو أعطيك، ابعتوا لنا صوركم واربحوا معنا بنهاية كل آخر شهر جايزة. من صورة قليل بننتقل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس. والرباط 27 درجة، الجزائر 14، القاهرة 35 درجة، بغداد 36، دمشق 31، القدس 28 درجة، والختام بيكون مع الكويت 38، الدوحة 35 درجة، أما الرياض عم بتسجل 36 درجة. هلا بنرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 16 و27 درجة، بالنسبة للجبل 23، أما بالداخل توصل أقصاها لل 26 درجة. هلا بنروح على الخريطة اللبنانية لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالمناطق اللبنانية، ومنبلش بعكار 25، طرابلس 26 درجة، القرص 16، الكورة 25 درجة، الهرمل 25، القاع 23، بعلبك كمان 23، والرياء 23 درجة، جبيل 26، ميروبة 19، جونيا وبعبدا 27 درجة، بيروت كمان 27 درجة. منكفي بالمناطق اللبنانية لنوصل على زحلة 26، شتورة 26 درجة، عنجر 25، مشغرة 26 درجة، جزين 25، رشية 22 درجة، مرجعيون وبنت جبال 25، والختام مع صيدا، سور وقانا 27 درجة. بكرة طقسنا بين غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وعنا احتمال لأمطار متفرقة بفترة الليل وبالمناطق الجبلية، لتوصل الحرارة أقصاها لل 27 درجة أدناها لل 18. بالنسبة لنهار الأحد تتراوح بين 18 وال 24 درجة، أما نهار الاثنين بتكفي على هالحال مع 24 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين ال 10 درجات وال 16 درجة. لهم بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.
في دي ان اي بعد هذه النشرة، معركة القلمون بين اعلام حزب الله واعلام النظام السوري. اما الان فنذكركم مجددا بعناوين النشرة. الجعفري: تدخلنا في اليمن وسوريا لتوسيع الهلال الشيعي وقرار اعلان صعد منطقة عسكرية دخل حيز التنفيذ. القلمون: اشتباكات مستمرة وعمليات كر وفر وحزب الله يقر بسقوط عناصر له في المعارك. كل شاحنة بتوصل على لبنان خدنا قرابة 3400 دولار. 43 سائقا لبنانيا عادوا الى لبنان والشاحنات تصل تباعا عبر مرفأ طرابلس. من هنادي ومني أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.